نزحنا من ضيعتنا قبل فترة منيحة، ومن هذاك اليوم عم نتنقل من مكان لمكان بحثاً عن حياة أفضل. حالياً مستقرين في هذا المخيم، رح نعيش أول عيد لإلنا، رح نراضي حالنا رغم الظروف، رغم الأيام الصعبة اللي عم نمر فيها، رح نراضي حالنا ولو نعيش جزء بسيط من الأيام السعيدة اللي عشناها سابقاً أو الأعياد السعيدة اللي راحت. عمل له لايك. خيتي خيتي.